مرحبا بكم في عمليات منصة حفر شركة جون إنرجي الكويت. بفضل منصات الحفارات الأرضية للتنقيب وعمليات الصيانة، تعد شركة جون إنرجي الكويت المدعومة من قبل شركة رائدة في هذا المجال مع قوى عاملة تضم أكثر من 300 خبير متخصص. ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة القوى العاملة لدينا. يحدد فيلم السلامة هذا سياسات وإجراءات وممارسات الشركة التي تركز على الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين. سلامتكم. عند الدخول إلى منصة حفر جون إنرجي، يرجى ركن السيارة في المنطقة المخصصة لوقوف السيارات. يرجى دائما بإيقاف السيارة بوضعية الرجوع. قم بالذهاب إلى مكتب مراقب الحفر وقم بملء سجل الزائرين بالمعلومات الإلزامية مثل التفاصيل الشخصية ورقم السيارة وما إلى ذلك. استكمل عملية التعريف كما هو مطلوب قبل الذهاب للقيام بأي نشاط. سيقوم المسعف بتحضير بطاقة سلامة لك. قم باستلامها وضعها على لوح بطاقات السلامة. للبطاقة وجهان، أحمر وأخضر. وعند القدوم إلى منصة الحفر، احمل بطاقة السلامة وضعها على وجهها الأخضر، وعندما تغادر الحفارة قم بوضعها على وجهها الأحمر. يعد نظام بطاقة السلامة مخصصاً لتسجيل حضورك في منصة الحفر، ويساعد في تحديد العدد الصحيح للأشخاص الموجودين عليها. في حالة الطوارئ، اختر بطاقة السلامة وأمسكها بيدك حتى يمكن تحديد عدد الأفراد المفقودين بسهولة. تعد شركة جون إنرجي شركة معتمدة بموجب معيار نظم الإدارة المتكاملة، وإدارتنا ملتزمة بتنفيذ معايير الصحة والسلامة والبيئة ذات الجودة في عملياتنا. تتمثل الشركة لمعايير السلامة الصناعية، وقد طورت البنية التحتية الفعالة للسلامة تشمل أنظمة مثل نظام الكشف عن الحريق ونظام الكشف عن الغاز وطفايات الحريق ومنطقة غسيل العين في حالات الطوارئ والحمامات ومعدات وأدوات الإسعافات الأولية. جميع مواقع ومخيمات جون إنرجي هي مناطق خالية من الكحول. يحظر تناول وكذلك امتلاك الكحول في الموقع والمخيم. يمنع منعا باتا امتلاك أي شكل من أشكال المخدرات في موقع ومخيم جون إنرجي. عند الاشتباه بامتلاك أو تناول المخدرات أو الكحول، قد يتم إجراء الاختبارات المناسبة ويمكن فحص الغرفة أو الأمتعة. لا يسمح بالتدخين في أي جزء من مقر الشركة إلا في أي مناطق تدخين مقيدة مخصصة من قبل الشركة. تلتزم شركة جون إنرجي بالوقاية من حوادث الطرق من أجل حماية صحة وسلامة جميع المرتبطين بأنشطتها. يجب أن يتبع هذه السياسة جميع المشاركين في أنشطتنا أثناء أوقات العمل وخارج أوقات العمل، وأثناء السفر بالحافلة أو السيارة. يجب تثبيت أحزمة الأمان في جميع الأوقات. يجب التأكد من أن الأطفال يجلسون في مقاعد حفاظاً على أمن الأطفال، ويجب ارتداء خوذة أثناء القيادة أو الركوب على مركبة بعجلتين. يجب عرض خطة مخطط الطوارئ وأرقام الطوارئ في مسكن مراقب الحفر ومكتب الحفار وصالة الطعام ومسكن ممثل الشركة، مع تحديد مواقع وطفايات الحريق ومحطات غسل العين والحمامات والنقالات ونقاط التجميع. في حالة الطوارئ، يجب عليك إبلاغ مراقب الحفر أو ممثل الشركة. في حالة الطوارئ، يجب الاجتماع في نقطة الحجد. هناك نقطتا حجد اثنتان، نقطة الحجد ألف عند المدخل الرئيسي، نقطة الحجد باء عند المدخل الخلفي. هذه هي نقاط الدخول والخروج الوحيدة لمنصة الحفر وموقع المخيم.
رقم الطوارئ المشترك في الكويت هو 112، والرقم المشترك لجميع مناطق عمليات شركة نفط الكويت هو 160، وتأكد من اتباعك للبروتوكول أثناء الإبلاغ بحالات الطوارئ. في حالة الطوارئ سيتم إصدار رموز صفارات الإنذار التالية: واستأنف العمل فقط بعد إصدار إشارة الوضع السليم، والتي هي 7 صفارات قصيرة. تم تجهيز موقع منصة الحفر بعيادة ميدانية وممثل طبي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وصندوق للإسعافات الأولية في ومكتب الحفار، ومسكن مراقب الحفر، ومرفقات المخيم. تأكد من أنك ترتدي جميع المعدات الواقية الشخصية، وأن يكون لديك معدات واقية متى ما كنت على متن منصة الحفر. ويجب عليك ارتداء معدات الوقاية الشخصية التالية طوال الوقت على منصة الحفر: نظارات حماية، خوذة السلامة أو القبعات الصلبة، مآزر، أحذية بمصد فولاذي للأصابع. تأكد من أن لديك معدات الوقاية الشخصية الصحيحة وفي حالة ملائمة للعمل. يجب أن يتم التخلص من جميع النفايات القابلة للتحلل الحيوي، مثل نفايات الطعام في صناديق خضراء أو صناديق تحمل علامة غير خطرة. يجب وضع جميع المواد البلاستيكية غير الخطرة وغير الحيوية، مثل نفايات القطن المشبع بالنفط والمرشحات وبراميل وعلب ومستوعبات المواد الكيميائية وما إلى ذلك، في الصناديق الحمراء أو الصناديق التي تحمل علامة خطرة. يجب حفظ ورقة بيانات السلامة للمواد الكيميائية المستخدمة لدى مسؤول الصحة والسلامة والبيئة ومهندس الطين والمسعف. وقبل التعامل مع أي مادة كيميائية، استشر المشرف على معدات الوقاية الشخصية ليتم استخدامها وفقاً لجدول بيانات السلامة. يجب الحصول على تصريح عمل لأي وظيفة غير روتينية، مثل العمل الساخن خارج منطقة ورشة اللحام المحددة فيما يتعلق بالوظائف التي تتعلق بالعزل، والعمل على المرتفعات، وتنظيف الخزانات، والرفع المتناظر، وأعمال التغطية وما إلى ذلك بواسطة مقدم طلب التصريح أو مشرف العمل. يجب أن تكون جميع تصاريح العمل مرخصة من قبل مراقب الحفر، ويجب أن يتم تأييدها من قبل الشركة متى وعند الاقتداء. اتبع لوائح تصريح العمل كما هو محدد في إجراء تصريح العمل المعتمد. يجب إغلاق تصريح العمل بعد الانتهاء من العمل المحدد أو نهاية المناوبة. يتم عقد اجتماعين قبل الجولة يومياً مع الطاقم حول السلامة والبرامج الجارية والقادمة. تعقد اجتماعات السلامة قبل الوظيفة قبل أي وظائف غير روتينية. يتم عقد اجتماعات أسبوعية للسلامة بموجب جدول أعمال مخطط مسبقاً لضمان التواصل في اتجاهين بين أعضاء الطاقم. توجد لوحات إشعارات السلامة في صالة الطعام في موقع منصة الحفر، وفي غرفة الصحة والسلامة والبيئة، وفي صالة الطعام في موقع المخيم، وفي غرفة الترفيه. ينبغي أن يكون من المعتاد التحقق من لوحات إشعار السلامة يومياً. يجب الإبلاغ عن جميع إصابات العمل: الحوادث الوشيكة، الانسكابات أو التسربات، الحوادث الأمنية، تلف الممتلكات، إلى مراقب الحفر أو مسؤول الصحة وسلامة العاملين.
لا تأخذ أي طرق مختصرة للقيام بأي نشاط، أو تتجاهل علامات السلامة، أو تتمازح بعنف في مكان العمل. استخدم بطاقة ملاحظات السلامة أو بطاقة تريك للإبلاغ عن أي خطر، واستخدم بطاقة الحوادث الوشيكة للإبلاغ عن أي حوادث وشيكة. سيتم كل أسبوع اختيار أفضل بطاقة ملاحظة سلامة واحدة، وسيحصل من كتبها على هدية مناسبة. تلتزم شركة جون إنرجي بسلامة موظفيها. في هذا الصدد يتوقع من الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والالتزام بشارات السلامة والمشاركة في تنفيذ نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة بكفاءة. إذا تم العثور على أي شخص لا يلتزم بقواعد السلامة، فسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده. سيتم اتخاذ إجراء ضد أي شخص يخرق القواعد بشكل متكرر، وقد تتم إزالته من الموقع فوراً. عند الانتقال إلى داخل أو خارج موقع الحفارة، تأكد من الحفاظ على حدود السرعة وأن السائقين يلتزمون بمعايير القيادة الدفاعية. يقتصر الحد الأقصى للسرعة للمركبات الخفيفة على الطرق السريعة على 120 كيلومتر في الساعة، ويقتصر الحد الأقصى للسرعة للمركبات الثقيلة على الطرق السريعة على 100 كيلومتر في الساعة، ويقتصر الحد الأقصى للسرعة للمركبات ذات المقطورات على 80 كيلومتر في الساعة. يقتصر الحد الأقصى للسرعة على 10 كيلومتر في الساعة في الباحات ومناطق المكاتب، و30 كيلومتر في الساعة على طرق منصات الحفر، و10 كيلومتر في الساعة داخل موقع منصة الحفر. إذا كانت حدود السرعة حسب علامة الطريق أقل من المذكورة أعلاه، فيجب تطبيق حد السرعة المذكور على شارة الطريق. تعامل فقط مع المعدات التي تدربت على التعامل معها. يرجى عدم محاولة إصلاح أي معدات لست مدرباً على إصلاحها. لا ترتدي أي مجوهرات أو ملابس فضفاضة أثناء العمل، فقد يكون لذلك عواقب خطيرة. ارتدي أغطية أو سدادات للأذن حيث يتم طلب استخدامها بلوحات التحذير. لا يسمح لأي شخص بالتحرك في مكان العمل دون معدات الحماية الشخصية المناسبة. ابحث عن المخاطر الخطيرة أو الكبرى وأبلغ عنها على الفور إلى الشخص المعني. قم بإعداد الأدوات والملفات والنماذج وغيرها من المعدات قبل بدء الوظيفة. قم بتنظيف وإخلاء المنطقة من الحطام والعوائق وما إلى ذلك. تحقق من جميع الأدوات الكهربائية أو الأدوات الآلية والسلالم وما إلى ذلك للتأكد من سلامتها قبل الاستخدام. راقب واتبع جميع علامات التحذير لأنها موجودة لسبب. اتبع جميع إجراءات الإغلاق أو وضع اللافتات. احذر من مناطق السقوط والمناطق الحمراء، وكن دائماً حذراً أثناء العمل في هذه المناطق. استخدم دائماً خطوط العلامات للتحكم بالأحمال. ابقى على مسافة آمنة بعيداً عن المعدات المتحركة مثل الرافعة والرافعة الشوكية. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في مهمة ما، فلا تتردد في طلبها. احترم التنوع الثقافي لكل الأفراد. تجنب زيارة المزارع المحلية دون داع. تجنب استخدام لغة جارحة. تجنب الصراخ على الناس والإساءة إلى أسرهم. لا تقطع الأشجار أو الشجيرات. لا تطعم أي حيوانات مشردة. لا يسمح بالتصوير إلا بإذن مسبق من مدير السلامة أو مراقب الحفر أو مسؤول الصحة والسلامة والبيئة. لا تستخدم الهواتف المحمولة في المناطق المحظورة، ولا يسمح بهواتف تحويل كاميرا. التعاون مع جميع مقدمي الخدمات الآخرين. يرجى تجنب الانخراط في المعارك أو أي نشاط يفسد جو العمل. تركز القواعد الإلزامية 12 لإنقاذ الأرواح الخاصة بنا. ما يجب على الموظفين والمقاولين معرفته والقيام به لمنع الإصابات الخطيرة أو الوفاة. وعلينا جميعا تحمل مسؤولية الامتثال لقواعد إنقاذ الحياة. في أي وقت إذا لاحظت أي أنشطة قد تسبب ضرراً للإنسان أو الآلة أو البيئة، فأنت مصرح بإيقاف العمل على الفور. تقوم شركة جون إنرجي بمكافأة طاقم الحفر من خلال خطط حوافز مختلفة
وسيتم تقدير مشاركتك وانخراطك في جائزة أفضل منصة حفر ربعية، وتمنح الجائزة بعد مراقبة الأداء التشغيلي وأداء الصحة والسلامة أثناء الربع، وسيتم منح أفضل شخص من طاقم منصة الحفر هدية. سلامتكم هي همنا الأكبر، ونتمنى لكم بيئة عمل آمنة وممتعة في منصة الحفر لدينا. ولا تترددوا في تقديم أي اقتراحات لتحسين نظام سلامة عمليات جون إنرجي